طاقتك لهذه القراءة؟ أنت في طاقة متعبة جدا، أنت وصلت إلى طاقة 10 عصي، وأنت تشعر بتعب كبير جدا. ربما كان تعب جسدي، ربما كان تعب نفسي، ربما الحياة أثقلت عليك، وأنت احتمال أن تكون في حاجة مادية ماسة، أو في حاجة عمل، أو أنت تعمل عمل جدا مضني بالنسبة لك، أو بأنك أنت والحبيب قد تفارقتما بما أن هذه القراءة قراءة عاطفية، أو حصل بينكما خصام ونزاع، وأنت تعيش في حالة متعبة هذه الأيام. أنت ترى بأن هذا الحبيب قد قطع معك العلاقة وذهب. أنت تراه بقد أنهى كل شيء، أو أن هذه العلاقة بينكما قد انتهت. ربما تركك وذهب إلى زواج آخر، أو ربما كنتما مع بعض في علاقة وذهب إلى شخص آخر، أو ربما أنتما في هذه الفترة في خصام. الحبيب في سعادة كاملة، هو يعيش في أسرة ومع أطفال، وهو الآن يعيش في سعادة ويشعر بالراحة، ويأخذ وقد حصل على الاستشفاء، وهو ربما يكون في سفر الآن، ولكنه ما زال يفكر فيك وبالأيام الماضية التي جمعتكم مع بعض. إذن الطاقة لهذه القراءة: أنت في طاقة الشمس، والحبيب في طاقة القمر، واحتمال أن تكونان توأم روح، فطاقة الشمس والقمر نادرا ما تظهر في القراءة، وهذه الطاقة تدلنا بأنك أنت وهو مثل المرآة، تعكسان. أنت الأشياء التي تنقص فيك هو يكملها، والأشياء التي تنقص به هو يكملك، أنت وهو متكاملان. أنت الآن في طاقة فرح وسعادة، وسعادة غامرة. أنت في الطاقة العامة ظهرت لي بأنك متعب، ربما تكون متعب نفسيا، ولكنك تعيش في حياتك أو تظهر بأنك متعب نفسيا، وأنت تظهر بعكس الطاقة التي ظهرت لنا في الطاقة العامة. أنت احتمال بأنك متقلب المزاج، أو متردد، أو ساعة تكون هكذا ساعة تكون هكذا، أو أنك في حياتك العملية متعب ولكنك تعيش حياة فيها استقرار، أو العكس، في حياتك العاطفية متعب ولكنك تعيش حياة جميلة جدا هذه الفترة. أنت في سعادة وفي بدايات جميلة مع أسرة، ربما قد حصلت على أطفال في هذه الفترة، وهذه الشمس تدلنا على الأمل والتفاؤل في المستقبل، فمستقبلك إن شاء الله هو مستقبل مشرق في هذه الفترة. الحبيب في هذه الفترة أيضا هو عكس الطاقة التي ظهرت لنا، فهو قد ظهر بطاقة 10 كؤوس كما رأيتم، هو قد ظهر هنا في طاقة 10 كؤوس السعادة الكاملة، وهو يظهر لي هنا بالغموض والأسرار، أيضا عكسك، أنت عكس الطاقة العامة، هو عكس الطاقة العامة، ربما تظهران العكس لبعضكما، ربما لا تريدان أن تكونان صريحين مع بعضكما، فهذه طاقة الحبيب هو الغموض والأسرار، فهو يريد أن يخفي عنك أمرا ما، ربما يريد أن يخفي عليك بأنه متعب جدا بغيابك، وأنه يشعر بفقدانك كثيرا، وهو لا يريد أن يظهر لك هذا. مشاعرك باتجاه الحبيب: أنت تشعر بأنك قد خسرت كل شيء، وهذه الطاقة أيضا ظهرت لي في الطاقة العامة، أنت تشعر بأنك
بأن كل شيء انتهى مع هذا الحبيب، بأن الحب الذي كان بينكما قد مات وانتهى، وبأن حصلت تغييرات جذرية في حياة هذا الشخص غيرت حياته كليا. ربما كنتما في علاقة أنت وهو، وهو ترك هذه العلاقة وذهب إلى زواج أو ارتباط آخر وغير حياته بشكل جذري وبشكل كلي فجأة دون أن يعلمك بأي شيء، وهو الآن يخفي عنك حقيقة مشاعره ويخفي عنك أسراره، وهذا الغموض أتى من هذا الشيء. هو جدا متعب وهناك تواصل عالي جدا معك، وأنت وهو جدا روحانيين، هذه الكروت أغلبها كروت روحانيات، وأنت وهو متواصلين جدا بالروح مع بعضكما، أنت وهو توأم روح كما قلت، وفي هذه الفترة أنتما متباعدين مع بعضكما. هو يشعر بأنك أنت توأم لروحه وهو يحبك جدا، ويشعر بأنكما تعرفان بعضكما منذ زمن بعيد كما قلت. فقد ظهر لي هنا وكأنه يعرفك منذ زمن بعيد من حياة السابق، وهو يراك بأنك في هذه الفترة متباعد عنه وقد قطعت معه العلاقة، أو يراك أيضا بأنك أنت وهو مثل اليمين والشمال، بأنكما تكملان بعضكما، أنتما احتمال أنتما عكس بعضكما البعض، ولكنكما تكملان بعضكما البعض، وأنت وهو متواصلان جدا بالروح، هكذا يراك. نوايا هذا الشخص، نوايا الرجوع إليك وتقديم الاعتذار وتقديم الحب والحنين، وأن تكونان مع بعضكما من جديد، هو هكذا نواياه. هو يحن إليك كثيرا ومشتاق إليك كثيرا ويريد أن يعود إليك في علاقة، ويريد أن يقدم لك الاعتذار وإظهار مشاعره الكبيرة لك من جديد. نواياه القادمة أو خطوته القادمة كما قلت، هو يريد أن يقدم لك الاعتذار والمصالحة إذا كنتما في خصام، فأنت وهو توأم للروح، ولكن هذه الكروت تدلني بأن هذا الشخص احتمال بأنه يكون مخادع. هو صحيح بأنه توأم لروحك وأنت وهو تكملان بعضكما البعض، وهو ليس مخادع في مشاعره وأحاسيسه تجاهك، لا، بل هو سيكون غامض ويخدعك في أمور تخصه شخصيا، فأنت كما تراه هنا قد أحدث تغييرات جذرية شاملة في حياته، وكما تراه هنا قد أنهى العلاقة بينكما جدا بشكل كامل، وهو هذه الفترة هو يظهر في طاقة الغموض والأسرار والخداع، هو يظهر لي بطاقة الغموض والأسرار والخداع، وهذا الشخص احتمال بأنه سيظهر لك المحبة وينوي ونيته بالرجوع إليك، ولكنه سيخفي عنك بأنه سيبقى في علاقة ثلاثية، فأنت كما تراه بأنه غير حياته وأصبح في علاقة مستقرة وفي مكان آخر ومع شخص آخر، ولكن هذا الشخص احتمال بأنه سيخدعك سيعود إليك لأنه يحبك بالفعل، ولكنه سيعود إليك ولن ينوي على إخبارك بأنه ما زال بعلاقة مع شخص آخر،
هو ينوي أن يكون معك بقصد أنه يريد أن يكون معك في حب وفي سعادة كما كنتما في السابق، أو بقصد مالي أو مادي، ولكن لا تظهر لي كروت الأموال، ولا تظهر لي بأنه يريد أن يعود إليك بشكل من أجل نوايا مالية، لا، لكنه احتمال بأنها ستكون العلاقة، إذا كنت تريد أن تعود لهذا الشخص ستكون معه العلاقة أنت وشخص آخر في حياته، ولكن سيخفي عنك هذا الشيء. كما يظهر لي هنا، يقول هذا الكارت انتبه إلى خداع الشريك. فهذا الشريك احتمال بأنه ينوي الرجوع إليك، ولكنه سيخدعك ويخبي عنك بأنه مع شخص آخر، ما زال مع شخص آخر. وهذه تقول البطاقة، حاول أن تطلب المساعدة من أصدقائك. فأنا أقول لك، أطلب المساعدة من أصدقائك لكي يعرفوا حقيقة هذا الشخص ويتأكدوا ما هي الغموض والأسرار التي يخفيها عنك هذا الشخص. فأنت ستكون على حق إذا قمت بذلك، لأن هذا حقك بأن تتأكد من هذا، من نوايا هذا الشخص، إذا كان يريد حقا الرجوع. ربما يريد هو توأم شعلة بالنسبة إليك، أو توأم روح بالنسبة إليك، ولكنه احتمال بأنه يكون أناني، يحب نفسه، يحب أن يأخذ كل شيء له، وهو احتمال كبير بأنه أيضا يعاني من مشاكل نفسية. هذا الشخص احتمال بأنه يعاني مشاكل نفسية وعقلية.